الركن الأول من أركان الإسلام. Jamais ni faut que vous donniez les droits pour l'islam. الشهادتين. ni شهادتين لا تجرون ما بقوله. ما معنى أشهد؟ إن بارنتي كانوا أشهد. أقر بقلبي. زمان دي كان أشهد يزود منك أم فوقه. أعتقد بقلبي. زمان ينوفت ترى كان أم فوقه. ناطقا بلساني. عارف لانكم ليه عاملا بجوارح. ألا يستحق أحد أن يعبد إلا الله. أكفر بكل ما عبد من دون الله. أثبت العبادة لله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله بناء مثل هذا السقف يقوم على عمودين. العمودين هذه العمود الأول لابد تكفر بجميع ما يعبد من دون الله. العمود الثاني إثبات العبادة لله وحده ولا شريك له. نعم. شهادة أن محمد عبد رسوله ما معناها؟ إن بارنتي كان القوة زاد الجذور بلقي محمد يرجع فارنا لفن الله بنتان. تشهد أنه عبد لا يعبد. يزن بارن لفن تنزل الجذور بلفا يبان محمد يا وبلو أريستيا أن يسند لفن الله سبحانه وتعالى. ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. لابد أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به. ونصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به. ونجتنب نبتعد غاية البعد عن كل ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. عارفيكم جوكم بيل زينبان ديامان لابسكو زنيا زيرحياكم رمان قمنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نبتدع. عارسك ديامان عارقاني قمنا محمد صلى الله عليه وسلم وفنكونا من الله فاسمامور نفنسكم زي فنكونا من الله إزاي.